انه واحد منهم ممكن يسكر 15 حبه، واحد يسكر باكت، واحد باكت ونص، واحد نص باكت، وواحد خمس حبات، واحد زينا حبتين من باكت، واحد 35، واحد 23 مثلا حبة، وواحد واحد 12 حبة، واحد 8. هذا عن السجائر اللي يسكروها أمثالي كذا تمام في اليوم. قام قالوا بيعملوا ربنا خير، انتم قلتم بتعملوا ربنا خير. قام الأخ عبد الملك نظم دورة تدريبية في مجال مو نشر الوعي، نشر الوعي ضد التدخين، لأنه بني آدم غير مدخن. والأخ فوزي ساعده في هذا الكلام، والأخ سماح عملت دعاية وإعلانات لهذه الحملة، ورندا سوت ملصقات داخل إيش، ودعت كثير من الناس إلى حضور مثل هذه الفعالية. والأخ عادل، والأخ عادل روح البيت خلنا مستطيع من الحاجة تمام. والمهم اوكي كل هذا على خير. وعملت لي ايش؟ وعملت لي بعدين كذا ايوه قلت لي جيتوا كلكم وسويت لي دوره لمده 5 ايام، دوره لمده 5 ايام اللي هي ندوه توعويه انه عن مضار الايش؟ عن مضار التدخين. قلت لي كذا سلايدات على الرئتين وعلى الكلام هذا وعلى الخبر، وفقعت منه كثير تمام من 11. وبعدين قلت لي خلاص انتم كبيركم، انتم خلاص احنا اللي علينا. خليتوني احنا اسبوع وقيتهم بعدين ايش؟ تسالون احنا نفس العشرة ايوه نفس العينة العشرة. فلقيتهم انه صاحب ال 15 حبة، صاحب ال 20 رجع خفف ل 15 حبة، صاحب الثلاثين يمكن أصبح يشرب 8 حبوب، صاحب العشر يمكن صرنا في يوم من الأيام خلاص رجع 20 حبة، هذا والخمس يمكن أصبح صفر خلاص خلص. أبو الأربعين شو بقي معه؟ أبو الأربعين اللي هو أنا بقي معه. لا 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 صدقنا بسمعكم، بسمع كلامكم، بسمع كلامكم 21 طيب على خفيف. وصاحب 35 يمكن أصبح يسجل 20 حبة، صاحب 23 يمكن صنف 25 حبة ضربه من الهوب، صاحب 12 يمكن رجع 10، صاحب 8 يمكن إيش يمكن زادهم ل 15. الآن هل نستطيع القول بأنه الدورة التدريبية اللي عملت اللي هي أظهرت فرق أم لا؟ من خلال الدراسة، من خلال لاحظوا العينة عندنا ممكن العينة تكون إيش، يكون في فروقات في هذه العينة، يمكن في فروقات على هذه العينة، لكن لا يمكن تعميم هذه النتيجة على من؟ على المجتمع بشكل أو بآخر. لا يمكن أن تعممها إلا بعد الاستدلال، إلا بعد الاستدلال على إيش؟ أي الاستدلال من خلال اختبار الفرضية القائلة بأنه ميو بيفور إيكوال ميو أفتر في المجتمع مش في العينة، لأنه أنا أخذت عينة من هؤلاء المدخنين اللي تعرضوا لمين؟ لهذه الدورة التدريبية، عينة منهم ما أخذتهمش كلهم تمام. لتنعس يا عبد الملك أنت متنعس H1 طبعاً عندي اختبار من جهتين ميو بيفور نوت ايكوال ميو افتر، هذه عينه من طرفين، هذه تعطينا كده الحق في ان احنا ايوه مساحه اوسع، لكن في سبيسيفيك في عندي حاجه محدده اللي هو اتش 1 ممكن تكون ان ميو بيفور اقل من كم؟ من ميو افتر. افتر هذا لما يكون عندي مزيد من البيانات، عندما يكون بيانات عندي كثيره جدا، وبالتالي استطيع الاستدلال حول ايش؟ حول انه هذا بعد الدوره التدريبيه اصبح ايش؟ اصبح التدخين اقل منه قبل الايش؟ قبل الدوره التدريبيه. طبعا انا اختار
واترك لكم المجال للاختيار انه من طرفين او من طرف. انا اختار دائما انه من ايش؟ من طرفين. دائما اختار من طرفين انا عاده شخصيا يعني. لان احنا لم نمتلك معلومات كفايه علشان ايش؟ علشان نحدد بالضبط. اشكرك كثير. تمام. اي شيء اللي بعمله؟ بجيب ايش؟ بجيب الميو دي. ميو دي. او عفوا الاكس بار للدي. اكس بار للدي ايش هو بالضبط؟ الفارق الموجود. ايوه. بجيب ايش؟ بجيب الديفرنس. بجيب الدي الديفرنس 15 ناقص 18. سالب 3. سالب 3. 20 ناقص 15. 5. ها؟ 5. ولا بيفور افتر او بيفور صح؟ 18 ناقص 15 كم؟ 3. 3 15 ناقص 20 سالب 5 8 ناقص 30 كم؟ 8 ناقص 30 ايوه سالب 22 وهنا 20 ناقص 10 10 سالب 10 صفر ناقص 40 سالب 40 وهكذا مستحيل نوجد ايش؟ نوجد الديفرنس او الفرق ما بين البيفور والافتر ثم نوجد ايش؟ المتوسط الحسابي من هذا الفرق. يا دكتور دائما تاخذ افتر ومقسمه ايوه عادي ولا الفرق كلاهما عادي سواء كذا ولا كذا المهم الديفرنس انا احكي ايش؟ الفرق اهم حاجه متوسط الفرق سواء كذا الفرق من هنا لهنا ولا الفرق من هنا لهنا كلاهما اعطينا نفس الايش؟ نفس المعنى. تمام سالب 40 وايش عارف 20 ناقص 35 لا كده في هنا اللي هي 14 هذيك صفر ناقص 5 هذيك صفر ناقص 5 تبقى لنا ما تنزلش من لا 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 عادي تمام صفو تمام يا بقول لي رح نفتح انتم هي 18 ناقص 1 تبرع عمري الفرق 3 3 ثلاثة ولا سالب ثلاثة مغلقة؟ هي سالب خمسة سالب خمسة سالب 22 سالب 22 ها؟ سالب 22 أها 10 أها سالب 5 أها هيا اسمعي ما نشوفش الآن منك سالب 19 سالب 15 سالب 15 سالب 15 سالب 2 سالب 2 سالب 7 لا 2 2 7 2 سالب 2 ايوه سالب 7 7 خلاص جيبوا ليش؟ الان جيب المتوسط جيب المتوسط الحساب لهذا الكلام من بيجيبه؟ كله ولا ولا كله بالاكسل الان ولا يهمك ايوه كل تخيل البيانات هذه بالاكسل وطلعت لي الفرق الان اهلا الان ها جهاز ما طلعش عدو يخلع عدو يخلع هي مطار طيب المهم بنوجد الاكس بار للدين اللي عباره عن متوسط الايش؟ الفرق الفرق وبنوجد اس دي للفرق اللي عباره عن حرف المعيار لمين؟ ايضا للفرق وبنوجد قيمه دي اللي بتساوي يا دكتور هنا الستاندرد ديفيجن بيكون على ان على عدد ال على ان ناقص واحد على ان ناقص واحد على ان ناقص واحد معينا اوكي بيكون معي اكس بار دي زي التي العاديه ناقصا ميو دي على من على ستاندرز اوف ايش ستاندرز دي على جذر ايش جذر ان وبتحصل على قيمه للتي بتحصل قيمة على الجدولية للتي لو قد تقارنها مع تي المحسوبة تي ألفا على 2 و V اللي هي درجة الحرية درجة الحرية هنا إن ناقصا كم؟
ان رقم واحد والفا ايا تكون لنفترض 5% بدكم تي او 1.2 25 وهنا ان رقم واحد كم هنا 9 تي 25 و9 لاحظ من الجدول لو رحنا الجدول جدول التي هذا جدول تي عند 9 ثاني 9 هنا 9 25 يعني 75 روح 75 بتساوي 2.20 26 بتلاحظ كم بيساوي هنا كم قيمة التي هنا بتقارنها مع الموجودة هنا اف تي المحسوبة أكبر أو greater than أيوة تي ألفا يعني القرار بيكون كالتالي اف تي المحسوب greater than or equal t الفا على 2 و و v then we reject h 0 reject h not تمام ويرجك اتش نوت وعند مستوى ثقتها عند مستوى دلاله احصائيه قدره كم 5%. اوكي اوكي اذا طلعت بهذا الشكل اذا انا اقول ريجكت انه ايش يعني ريجكت؟ بمعنى انه نرفض الفرض الصفري اللي يقول بانه عدد السجائر المستهلكه لهؤلاء الناس بعد وقبل الدوره التدريبيه متساويه وأقبل الفرض الصفري اللي يقول بأن هناك اختلاف بين عدد السجائر التي يتناولها هؤلاء المجتمع المدخنين قبل وبعد إيش قبل وبعد الدورة التدريبية. بصورة أخرى أو بأنذر وورد إيش أقدر أقول؟ أقدر أقول بأن هناك أثر للدورة التدريبية التي أقمناها والتي كانت تعنى بتوعية المدخنين حول أضرار التدخين وكان لها إيش؟ كان لها أثر في تخفيف إيش؟ في تخفيف استهلاك السجائر لهؤلاء المدخنين بشكل أو بآخر. إذا عرفنا استطعنا تقرير قرار معين يعني حتى ممكن نستخدمه بالدورة التدريبية هذه الدورة يعني في هذا الكورس ممكن تستخدمه أنت كنت تستخدمه مع نفسك خاصة زي الإنجليش مثلا إنجليش مادة أنت من قبل عندك فكرة عنه عندك جريد معين في به والآن برضو لما دخلت بتحصل على إيش على جريد معين ممكن أنت تأخذ عينة من زملائك وتعمل إيش وتعمل مقارنة ما بين الدرجات قبل والدرجات بعد أخذك لكورس معين وبالتالي تستطيع الوصول لقرار معين بأنهم تستفدت مثلا من هذه من الكورس اللي حصلته الآن أو ما استفدتش من هذا الكورس بشكل أو بآخر. هذا الليسن دي سيشن وهذا ليش اسمه اللي بدون؟ أيوة خلاص هنا سالب 4.6 ماينس اللي هو المتوسط ماينس 4.6 4.6 والسندر دي سيشن 10.92 93 طيب ماينس اذا هنا ممكن نستطيع نعمل هنا ماينس 4.6 ماينس كم نفترض احنا الفرق كم الناس يقولوا الفرضيه السحريه هي ما يدعيه الاخر ويدعي الاخر بين ليس هناك ايش ليس هناك فرق وبالتالي بتكون الديفرنس كم زيرو طيب الستاندرد كان كم؟ كان 10.90 93 على كم؟ على قدر 9 على قدر كم؟ 9
يساوي بيساوي معي ماينس 4.6 اوفر 10.93 93 اوفر 3 اللي بتساوي سالب 4.6 مضروبا في 3 اوفر 10.93 بيساوي سالب حاجة سالب 1.2 سالب 1.2 1.2 6 6 سالب طبعا احنا نقرر حقنا دائما داخل ايش؟ داخل ابسوليوت فاليو ابسوليوت فاليو داخل ابسوليوت فاليو بالتالي المفترض انه على اساس 1.2 سالب 1.22 او 26 هذا المفترض انه يكون ايش؟ اكبر من قيمة دي الفا على 2 و ايش؟ و في لاحظ ان داخل المقياس هنا بتكون 1.26 1.26 ايش؟ ها اقل 1.26 اقل من التي الفا على 2 اقل من كم؟ 2.26 Our decision is our decision is accept or reject accept null hypothesis null hypothesis accept accept or reject accept. عندي تي المحسوبة وهذه تي اللي في الجدولية أقل. انا قال دائما reject if اذا كانت تي المحسوبة اكبر greater than تي الجدولية الان ايش أقل. less than طيب ليس يعني ايش؟ اكسبت اكسبت ايش؟ نال هايبوثيسيس ايش نوت اللي يقول ايش؟ اللي يقول انهم متساويين ما فيش فرق ما فيش فرق بين ايش؟ لاحظ احنا لاحظنا هنا فروقات بس هذا على مستوى العينه قد تكون الفروقات هذه قد تكون هذه الفروقات السبب الرئيسي ايش؟ اخطاء غير مقصوده قد يكون السبب الرئيسي اخطاء غير مقصوده خطا عشوائي معين غير مقصوده ما كانش قاصد يعني وبالتالي في المجتمع هذا الفروقات اللي هنا ليس لها ايش معنى في هذا المجتمع اذا الدوره اللي عملتوا اللي هي يا شباب ما لهاش اي تاثير شفتم كيف بالنسبه للمجتمع لكن بالنسبه للمجتمع الفروقات في العينه قد تكون خاضعه لايش ليش يا فوزي نقول احنا له معنى في المجتمع او ليس لها معنى في المجتمع؟ لانه مش في اخطاء محتمله تحدث صح العينه ما تنتج بشكل 100% صحيح في اخطاء قد اقترفها او ارتكبها انا اثناء اختياري العينه اثناء حساباتي قراءة حساباتي اثناء نقل البيانات اثناء حسابات المؤشرات المختلفه اثناء عملي على اختيار العينه بشكل او باخر وبالتالي هذه الاخطاء انا طارح لي مساحه هذه المساحه بتساوي معي كم او هذه المساحه ذات احتمال قدره معين 5% بس هنا لما اعمل ريجكت او لما اعمل اكسبت في فرضيه العدم معنى انه الخطا حقي اكبر من ايش اكبر من اللي انا سمحت لنفسي فيه به وبالتالي لا استطيع ربط الفرضيه لا استطيع رفض الفرضيه الصفريه واقوم ايش بقبوله ما عنديش ادله على رفضه ما عنديش ادله على من على رفض هذه الفرضيه الصفريه بس يا دكتور ممكن نقبل عد مثلا عد سيجنيفيكانت ايوه 90% ممكن نقبل ممكن ارفض اذا زاد الخطا ممكن ارفض اذا ايوه إذا أنا عملت لنفسي خطأ أكبر مساحة خطأ أكبر يعني عملت لنفسك خطأ 10% كونفيدنس حقك كم 90% يختلف الكونفيدنس لما أقول لك أنا أثق أنا أثق باحتمال قدره 90% بأنه بياناتي صحيحة ويمكن تعميمي على المجتمع ويختلف لما أقول تقول أنت أنا أثق باحتمال قدره 99% أن بياناتي إيش صحيحة ويمكن التعميم على المجتمع هنا الكونفيدنس يختلف أكيد لأن الدكتور لو ممكن لو كنا نشوف الدكتور يكون هناك كبيرة يكون هناك 1.3 صحيح
أصبتك بالحقيقة فوز اليوم صح عندما تكون عينها إيش كبيرة.